شكرا للزميل خالد الريسي على هذه الفقرة المميزة. مشاهدينا مستمرين معكم، والعمل التطوعي ثقافة تعكس أسمى صور العطاء والتكافل التي تسهم في الارتقاء بالمجتمعات. من هنا كان غرس هذه القيم في نفوس الأطفال مسؤولية تقع على عاتق الآباء لأجل بناء جيل واع ومثقف وقادر على خدمة بلده ومجتمعه. للحديث أكثر حول كيفية غرس ثقافة التطوع في نفوس الأطفال، يسعدنا أن نرحب بالأستاذ ناصر حسين العلي، وهو مدير الإدارة العامة في الهيئة العربية للمسرح ومتطوع في مركز الشارقة للتطوع. أهلا ومرحبا بك ويسعد صباحك. سعد صباحكم، يعطيكم العافية. الله يعافيك والله يحفظكم إن شاء الله. وثقافة التطوع هي ثقافة مغروسة في نفوسنا منذ الصغر، الحمد لله. التطوع أو العمل التطوعي من القيم الإنسانية الجميلة في الحقيقة، ومن أهم سمات تكوين شخصية الطفل. إذا نحن بني نقارن ما بين التطوع والعلاقة التي تجمع اليوم ما بين هذه القيمة الإنسانية الرائعة وما بين شخصية الطفل وتكوين شخصية الطفل، نحن سنتحدث عن هذه التفاصيل. ولكن في البداية، ما هي أهمية غرس ثقافة التطوع في نفوس الأبناء والأطفال؟ طبعا تعتبر هذه أهمية عظيمة، لأن يعني أنا أعتبرها جزء من التربية. يعني الشخص يوم بيربي أبنائه يربيهم على الصفات الحسنة والعادات والتقاليد. نعم. ويعني تطوع، حب التطوع وغرس هذه القيمة في نفوس الأبناء شيء مهم، وهو اللي يحث عليه ديننا الإسلامي الحنيف وتحث عليه قيادتنا وحكومتنا الرشيدة. نعم. في أي عمر يمكن أن نعلم الطفل هذه الثقافة؟ شوفي، الطفل احنا نقول، خلينا نقول من الحضانة، لأن الطفل مجرد خروجه من المنزل انتقاله لمرحلة جديدة اللي هي مرحلة الحضانة. هذه المرحلة طبعا هي التأسيس بتكون، وهي اللي يعودون على الحركة وعلى النظام. في هذا الوقت نبدأ نزرع فيه شوي شوي ثقافة التطوع. نعم، مسؤولية كبيرة في الحقيقة تقع على عاتق الآباء والأمهات في مسألة ترسيخ مثل هذه القيم، قيم الخير والعطاء والإنسانية، صحيح؟ نتحدث عن هذا الجانب. هذه المسؤولية نفس ما ذكرتي أختي مسؤولية كبيرة ومهمة جدا أيضا. يعني مجرد ما الأب أو الأم يبدون بتربية الأبناء، يبدون يربونهم على الخير، على حب المجتمع، على الانتماء والولاء للحكومة والقيادة الرشيدة. من ضمن هذه الأشياء التطوع، فالتطوع هو تقديم خدمة مجتمعية أو خدمة إنسانية لوجه الله بدون مقابل، لخدمة الوطن ولخدمة أبناء الوطن. يعني فهذا الشيء مجرد ما ينغرس في الطفل منذ الصغر بيكبر معه وبينمو في مراحله العمرية إن شاء الله. نعم. أستاذ ناصر، أنت متطوع في مركز الشارقة للتطوع، نتحدث عن هذا المركز ودور هذا المركز في تشجيع أفراد المجتمع من الكبار والصغار على ثقافة التطوع والعمل الخيري والإنساني. طبعا مركز الشارقة للتطوع مركز تابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. نعم. هذا المركز عبارة عن منصة يستظل تحتها المتطوعين، فمجرد ما المتطوع يسجل في المركز، احنا الآن الحمد لله وصلنا يعني عام 50. نعم. يعني اي جهة بتطلب مجموعة تطوعية، بتطلب تنظيم، بتطلب اشراف، بترجع للمراكز المعتمدة في الدولة. فمجرد ما انا عندي هذا المركز والمسجلين فيه، مجرد ما توصلني فرصة معتمدة، نعم، أبدأ أرسل للأشخاص على حسب الشروط اللي تتطلبها الجهة نفسها. يعني من توصل الرسائل للأشخاص، الأشخاص يسجلون، هنا تبدأ عملية الفرز. يعني ونفس ما نقول نكون نظاميين أكثر، لأن في السابق عدم وجود هذه المراكز، عدم وجود الجهة نفسها هي تخصص يعني فريق كامل يستقطب المتطوعين ويديرهم ويشرح لهم.
احنا الحين الحمد لله رب العالمين يعني المراكز، هذا المركز او غيره المراكز متوفرة وفي إدارة خاصة به يعني، فيتعاونون مع بعض وفي النهاية كلنا نكمل بعض يعني. نعم هذا. خبرني عن تجربتك كمتطوع اليوم. والله التطوع غير فيني وايد أشياء أتكلم بصراحة يعني، وأنا بديت التطوع منذ الصغر. نعم. طبعا الوالدين الله يطول بعمارهم ويجزاهم الله خير هم يعني حثونا على هذا الشيء، فالتطوع ياخذ من وقت الإنسان يعني، خصوصا اللي بيمسك القيادة وبيمسك. نعم. زمام الأمور فياخذ من وقته وياخذ من جهده يعني، ومجرد ما الأسرة متفهمة فالأمور تكون سهالات يعني. فغير في حياتي وايد أشياء، خلاني يعني أتمكن. نعم. من الهدوء، إنسان يعني شوي فيني عصبية، فتعامل مع الناس يعني التعامل مع الناس، الناس عبارة عن ثقافات يعني. نعم. ففي منهم اللي دارس وفي منهم اللي غير دارس، فهالأشياء تغير من شخصية الإنسان. هاي شغلة. والشغلة الثانية يعني سد وقت الفراغ عندي. نعم. يعني وقت الفراغ هذا عامل مهم على الشاب أو الشابة يعني. نعم. فمجرد ما الشخص يستغل وقت فراغه بشيء عطاء، بشيء مناسب. نعم. بشيء يخدم الوطن، هذا أفضل مسار إنه يتوجه له، ويعني ينحني عن مسار الانحراف وعن أصدقاء السوء. العمل التطوعي سلوك إنساني لابد أن يغرسه الآباء في نفوس الأبناء في الحقيقة. ما هي أبرز الأعمال التطوعية التي يمكن للأطفال أن يشاركون فيها؟ والله في الوقت الحالي يعني أصبح الأطفال أن يشاركون في ما بنقول مجمل الأعمال، يعني معظم الأعمال التطوعية. نعم. أن الطفل يكون ركيزة أساسية في هذا الشيء من خلال غرس هذه القيمة في نفوسهم. والآن أيضا يعني تعمل مراكز التطوع على برامج خاصة بالأطفال، يعني مركز الشارقة للتطوع عنده 4 برامج للأطفال على مدار السنة تزامنا مع الإجازات. جميل. ففي الوقت نفسه يعني ضمننا وقت الفراغ، وضمننا في هذه الإجازة أن أتعلم سلوك أو شيء مفيد يخدم في مجتمعه ويخدم في نفسه وذاته ويطور من نفسه أيضا يعني. نعم. كيف انعكس العمل التطوعي على تكوين شخصية الطفل؟ العمل التطوعي يعني ما بقول لك يكون، يرقي من شخصية الطفل لأبعد الحدود. بالنسبة للإدارات اللي تدير المجموعات التطوعية وال يعني الأشخاص. نعم. المشرفين على الأطفال هم اللي يبدون يغرسون هذه القيم في نفوسهم. فمجرد ما هم يعني أنا مجرد ما أشوف طفل يعني إذا عندي فعالية فشفت طفل مهتم بجانب معين وأنا أقدر أخليه أنه يكون في هذا الجانب، بالعكس أنا بحببه في هذا العمل وبخليه يبدأ ويظهر يعني إبداعاته في هذا الجانب. والطفل يعني عادة من إحنا نشجعه ويشوف عمره أنجز بيحب إنه يكمل مسيرة. نعم. العطاء، الخير، الإيثار، الحب، القيم السامية والنبيلة نراها عند بعض الأطفال وتغيب للأسف عند البعض الآخر إن صح التعبير. نعم. وأنا أعتقد أن هنا نتحدث عن دور الأسرة، كون الأسرة أو الأم والأب هم القدوة الحسنة، صحيح؟ نعم. شوفي الأم والأب هم الأساس، فمجرد ما أن الطفل يشوف الأم والأب مهتمين بالأشياء الاجتماعية، بالأشياء الخيرية، بحب الناس، بمساعدة الآخرين، بخدمة المجتمع، بينبني في داخلهم هذا الحب. يعني في مثال يعني إحنا كنا شغالين في الجائحة من قبل سنة يعني، كان ابني يتصل يقول لي أنا أبغي أتطوع معك تعال. هذا ما يجوز يعني، مش من شروط التطوع، لأن العادة إحنا يوم تكون عنده تنظيمات في المسرح في هالأمور كان يجي معانا بحجة إنه يتعلم ويقضي وقت فراغه يعني، فهو رابطنا بهالشيء. يعني هاي انزرعت في مخيلته ان انا ابوي او امي سايرين يتطوعون انا لازم. نعم. اسير معاهم. جميل. فهذا هو دور الام والاب، والابناء يعني بيكونون قدوة في المستقبل ان شاء الله يعني باذن الله.
كيف يساهم العمل التطوعي في يعني اكساب الطفل الكثير والعديد من الخبرات؟ الطفل يوم يبي يتطوع في اي مجال من المجالات المختلفة بيكتسب خبرات كثيرة، وهذه الخبرات ستؤثر بشكل إيجابي على الطفل، على أفكار الطفل. ويوم نتحدث عن الأطفال فنحن نتحدث عن شباب المستقبل، يوم نتحدث عن شباب المستقبل فنحن نتحدث عن الشباب أو السواعد الشابة التي تساهم في بناء المجتمعات، صحيح؟ شوف، هم جيل المستقبل، ودورنا احنا كأفراد وكأولياء أمور أن نأسسهم على هذا الشيء. مثلا يعني على اللي طرحتي، الحين الطفل اذا في المدرسه خذوا له رحله، ومشرف الرحله شرح لهم عن اشياء معينه عن الدوله، بي الطفل في البيت يسرد هذا الشيء، بتم في مخيلته، ممكن يطلب من والدينا انه والله نروح للمكان نفسه، نعيد الزياره له. نعم، العمل التطوعي لدى الاطفال بيكون بهالاسلوب، بهاي الطريقه يعني، ومع هالزيارات ومع هالبرامج اللي ينتسبون لها الأطفال، هم تنزرع في داخلهم هذا الحب، حب العمل التطوعي. وأيضا دور يعني الأسرة لها دور، المدرسة كذلك لها دور. الآن في الجامعات أصبح من شروط التخرج، معظم الجامعات في الدولة من شروط التخرج إنجاز تقريبا 50 ساعة تطوعية، من 50 ساعة تطوعية إلى 100 ساعة. فهذا شيء مفرح أصلا، يعني أنه يكون أنا مش بس عندي مشروع تخرج فقط، أنا تكون عندي خدمة مجتمعية في هذا الوطن يعني. فهالأشياء كلها تكاتف الجهود هي اللي تساعد في بناء هذا الجيل. نعم، ذكرنا وسلطنا الضوء على القدوة الحسنة اللي هم الأباء والأمهات في الحقيقة. إذا كان الأب يتطوع ويعمل الخير في الحقيقة، الأبناء سيقلدون الأب، كون الأبناء يرون أن الأب أو الأم هم القدوة الحسنة. ولكن في المنزل، في هذه البيئة وفي هذا الإطار، كيف يمكن أن نعلم الطفل على الكثير من القيم مثل الخير، التعايش، تقبل الآخر وغيرها الكثير من الأمور، علشان ينقل هذه القيم من المنزل إلى المجتمع وإلى العالم، ويعني يصبح كذلك الطفل قادر على مواجهة الكثير والعديد من التحديات، ومواجهة ومقابلة كذلك الكثير والعديد من الجنسيات والثقافات المختلفة، ويتقبلهم كما هم. أكيد، شوفي، إذا احنا بننطلق من المنزل، احنا نقول خلنا نبدأ من الاعتماد على النفس. يعني أنا عندي الطفل في سنين معينة يبدأ، في سن معين يبدأ يتحرك، في سن معين يبدأ يدرك الأمور، في سن معين يبدأ يعرف أن هذا خطر عليه وهذا مش خطر عليه، في سن معين يبدأ يعرف أن هذا صح وهذا خطأ. نعم، إذا احنا بدينا بالتدريج معاه بالاعتماد على النفس، يعني معظم العوائل، يعني ما نقول الكل، بعض يعني يعتمد على العمالة المساعدة في المنزل. إذا احنا ما نقول لك ننفي وجود العمالة المساعدة، بس العمالة المساعدة نخلي لهم الجانب اللي هم مختصين فيه. الطفل، خل نبدأ من الغرفة. استيقظ الطفل من النوم، رتب غرفته، أفضل من أن العمالة المنزلية تدخل وترتب غرفة الطفل. نعم، في هذا الوقت الطفل تعلم الاعتماد على النفس، تعلم النظافة، تعلم الترتيب. الطفل اليوم موجود في المنزل، باكر بيكون خارج المنزل، هو يعكس تربيته. فإحنا إذا بدينا من المنزل بنبدأ من الترتيب، من النظافة، من الأدب. نفس ما أنا أعلم الطفل بعد ما يكبر شوي، من ييك ضيف توجبه، تصب له القهوة، تقدم له الضيافة، إذا شخص كبير تقبله على راسه. هاي الأشياء كلها إحنا اللي نغرسها في المنزل. إذا بدينا في المنزل صح، في الخارج بيكون أفضل وأفضل، لأن في الخارج يعني في كل ساعة بيتعلم له شغلة غير عن حياة المنزل، هي الحياة الروتينية. نعم، في المنزل يمكن أن نتعلم كذلك العمل الخيري، العمل التطوعي. وعندما نتحدث عن العمل التطوعي فنحن نتحدث عن أهم ركيزة أساسية في المجتمع في الحقيقة، والتي ترسخ المسؤولية المجتمعية في الحقيقة، صحيح؟ نعم، العمل التطوعي يعني هو عمل نبيل،
نعم فمجرد ما أنا أزرع في نفس في نفوس الأطفال، مجرد ما أنا يعني قدمت خدمة مستقبلية لجيل قادم، لمجتمع قائم وقادم بإذن الله، مجتمع قائم على ركيزة صالحة. نفس ما احنا ندعي بعد كل صلاة، رب اجعلني من قيمة صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يعني الأبناء الصالحين هم اللي بيكونون قيادة للمجتمع ومساهمين في بنائه. فمجرد ما أنا أغرس في نفوسهم من المنزل إلى المجتمع، من المنزل عفوا إلى المدرسة إلى الجامعة إلى العمل إلى المجتمع. أيضا الحين بعض الجهات الحكومية في الدولة من خلال التقييم السنوي تطلب ساعات تطوعية. يعني أنا في التقييم السنوي في سنة من السنين حاط مثلا 20% ساعات تطوعية، أن أنجز مثلا 50 ساعة تطوعية أو 100 ساعة تطوعية، أو أساهم في فعالية مجتمعية تنحسب لي ساعات تطوعية. فهاي الأشياء هي اللي تحفز يعني. فخلاص أن الطفل من منذ النشأ يتعلم أن أنا هذا الشيء وأصبح واجب علي، أصبح مكملا لبناء مجتمعي. نعم، في دولة الإمارات ولله الحمد وإمارة الشارقة بشكل خاص هناك الكثير والعديد من المراكز والجهات، أبرزهم مركز الشارقة للتطوع اللي تحدثنا في البداية عن دور هذا المركز في ترسيخ ثقافة التطوع لدى الكبار والصغار، وسلط الضوء على الصغار اليوم يعني في فترة الإجازة، كيف يمكن للأهل استغلال هذه الأوقات الجميلة لإشراك الطفل في هذه المراكز اللي بدورها تقدم الكثير والعديد من البرامج والمبادرات الإنسانية التي ترسخ في الحقيقة هذا المفهوم التطوع. يعني في إمارة الشارقة ومركز الشارقة للتطوع معسكر حصاد، معسكر حصاد التطوعي هو معسكر يقام لمدة 4 فترات في السنة تزامنا مع الإجازات. فهذا المعسكر قائم حالياً، ويعني يوميا ينتقلون لمكان معين، يوميا يعلمونهم أشياء مفيدة وجديدة يخدم في الفرد نفسه ويخدم مجتمعه. فمجرد ما يعني الأسرة تكون يعني نحن في إجازة وفي وقت فراغ كاف للطفل، صحيح. يعني ممكن يلعب، ممكن يقضي أوقاته مع عيال عمه وعيال خاله. بس أنا يعني جزء من واجبات الوالدين أن يعلمونهم شيء جديد، شيء مفيد، شيء يخدم المجتمع. فيعني إحنا نستغل هذه الأوقات، تواجد هذه المراكز، يعني توجيهات قيادتنا الرشيدة، يعني الشيخ سلطان الله يطول بعمره أبنائي أولا، فهم هاي الأبناء اللي إحنا مفروض نقتدي بهذه الكلمة وناخذها على عاتقنا، أبنائنا أولا ونبدأ فيهم. نعم، بالحديث أستاذ عن مركز الشارقة للتطوع، كيف يتم تسجيل الأطفال والانتساب في هذا المركز من قبل الأطفال؟ تسجيل مركز الشارقة للتطوع يعني ناخذ أبسط مثال على قدراتي أنا في الكمبيوتر. يعني يدخل على الإنترنت، يدخل على جوجل، يكتب مركز الشارقة للتطوع، على طول تطلع على منصة المركز، تدخل عليه تسجيل أو دخول المتطوعين، عندك هاي الخيارين فقط. إذا كان متطوع بيدخل عن طريق رقم الهوية، إذا كان تسجيل بيدخل رقم الهوية، بيدخل البيانات، الاسم والعنوان ورقم التليفون والبيانات المعتادة. يعني خلاص يوصل له خلال يومين عمل رقم تطوعي، يوصل له عن طريق الاسمس الرسائل النصية، ويوصل له عن طريق البريد الإلكتروني. فهذا الشخص يكون مسجل في المركز. مجرد وصول فرص أو طرح فرص تطوعية توصل لهم جميعا رسائل عن طريق البريد الإلكتروني. جميل. وأيضا الشخص يقدر يفتح بين فترة وفترة يشيك على الموقع نفسه، موقع مسهل وبسيط يعني. نعم. يقدر يفتح ويشوف الفرص التطوعية الموجودة ويسجل فيها يعني. نعم، شو بالنسبة للساعات التطوعية وكيف يتم حساب هذه الساعات التطوعية؟ هل هناك ملف خاص بالنسبة للأطفال يتم من خلالها توثيق الساعات أو عدد الساعات التطوعية وغيرها والكثير من البيانات الخاصة؟ يعني شوفي، ميزة مركز الشارقة للتطوع الساعات تنحفظ أول بأول وتتسجل. جميل. يعني باليوم وكم الساعة
من أو بداية الفعالية إلى نهاية الفعالية. مثلا الفعالية كانت 5 أيام وساعة واحدة في اليوم المتطوع حضر، أو ساعتين أو 3 ساعات على حسب ظرفه وعلى حسب وقت الفعالية. فهاي تسجل له في النهاية. هذا دليل للشخص الكبير أو الطفل يعني أن أنا مشارك في هذا الشيء، أنا عندي ساعات تطوعية أخدم فيها مجتمعي. فهذا يعني أنا أشوف أنه أفضل من الشهادة الورقية المعتادة اللي نعطيها بالمغلف شكر وتقدير إلى الطفل فلان الفلاني لمساهمته في مثلا الفعالية المعينة. يعني هذا الشيء يثبت له أفضل وأفضل ويكون رصيد له. وبعدين يعني خلينا نقول من باب المنافسة الشريفة، يعني أنا من أشوف أن أنا رصيدي يرتفع أحب أرفعه بزيادة، بقارن بيني وبين أصدقائي خصوصا الأطفال، يعني بقارن بيني وبين أهلي من الأسرة ومن الأقارب يعني. فكل واحد ينافس أنه يكون له رصيد معين. فهذا الرصيد يعني إحنا نقول بنقول رصيد بنك، بس الطفل يعتبر الرصيد له، يعني أنا جمعت أكثر ساعات تطوعية. نعم، أريد كذلك أن أسلط الضوء على الأندية المختلفة الخاصة بالأطفال في إمارة الشارقة، وكذلك مراكز الطفل تلعب دور كبير في تطوير مهارات الأطفال في مختلف المجالات، ومنها نشر ثقافة التطوع. نتحدث عن هذا الجانب. شوفي، سواء الأندية من الجانب الرياضي أو الجانب الاجتماعي ومراكز الطفل في الشارقة بشكل عام، يعني هذا الجانب موجود لديهم، وأنا يعني متأكد من الكلام 100%. بس نعم، إحنا ممكن إنه يعني بالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع من خلال برامج مراكز الطفل أو برامج الأندية نساهم في محاضرات توعوية نشر هذه الثقافة لدى الأطفال، أساس إنه ممكن يكون مساهمين في غرسها في نفوس الأبناء. يعني أنا اليوم بحصل لي كطفل بحصل لي محاضرة عن الصلاة وفوائد الصلاة وأهمية الصلاة، فبتثبت في ذهني. فنفس الشيء يعني إحنا هو المادة موجودة بس بصورة غير مباشرة، يعلمونهم على النظام، يعلمونهم على الترتيب، يعلمونهم على النظافة والانضباط، هاي كلها موجودة، بس إحنا ندخلها بصورة مباشرة أكثر وأكثر بالتعاون. طبعا إحنا الجهات الحمد لله رب العالمين فضل الله وفضل قيادتنا الرشيدة متعاونة مع بعض، واتفاقيات التعاون متواجدة يعني. فممكن احنا يعني نرسخ الضوء على هذه النقطة لدى الأطفال خصوصا في الإجازات في أوقات الفراغ يعني. نعم، وثقافة التطوع موجودة في الحقيقة في المدرسة، إذا بنتكلم عن أهمية المدرسة وأهمية المؤسسات التعليمية والتي تتمثل كذلك في المنهج الخاص بالطفل. هناك يعني الكثير والعديد من القيم التي تترسخ في نفوس الأبناء والأطفال من خلال هذه المناهج التي تدرس، صحيح؟ نعم، احنا بنقول إذا بدينا من المدرسة. نعم، طبعا المدرسة تعتبر تربية وتعليم إضافة على تربية المنزل وتعليم المنزل. هذا دور إدارة المدرسة، دور المدرسين، مشرفين النشاطات في المدرسة. إذا بنتكلم عن المناهج فالحمد لله دولة الإمارات عندها منهج التربية الأخلاقية. هذه التربية الأخلاقية يعني لو حد منا بيتصفح هذا الكتاب فيه الكثير من القيم التطوعية موجودة في هذه المناهج، وحب المجتمع والولاء والانتماء وعمل الخير، هذه كلها موجودة. ولا يعني لازم نقول ممكن أن نحط جزئية معينة أو ركن معين نزيد من هذا، يعني نسلط الضوء أكثر وأكثر على هذه الثقافة. نعم، الأستاذ ناصر أنا سعيدة بتواجدك معنا اليوم في استديو صباح الشارقة، ونحن شاكرين لك في الحقيقة هذا التواجد وهذا الحضور وهذه المعلومات القيمة والمفيدة. نتمنى لك كل التوفيق وشكرا لك ويعطيك الصحة والعافية. يعطيكم العافية وشكرا على نشر ثقافة التطوع، ونقول ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يعطيك العافية، حياك الله.